عقلي رح يطير من محله. كيف ممكن يصير هيك شيء؟ يعني كيف لهلأ لسه عم تبكي كرمال هذا البني آدم؟ أنا عن جد عقلي ما عم بيستوعب. بترجاكي أنتي دكتورتها هلأ، بس فهميني، هالحالة ما رح تخلص. ليكي إلا هلأ عايشة حالة فقدان جدية. قلتي لي ممكن يصير هيك شيء بعد الصدمة. صح، هذا الشيء اللي ناطرينه. بس وضع إلا شوي مختلف. ليكي، بكل مسيرتي المهنية هي أول مرة بعمل هيك، وأصلاً لو ما كانت حادثة قضائية ما كان بعمره خطر لي إني أعمل هيك شيء. وكنت حكيت لك كل شيء بنفسي، بس إنك تسمعي كل شيء بصوت إلا وبجملة وتعابيرها، هالشي رح يكون كتير مؤثر. يلي رح تسمعي رح يوترك شوي، بس لحتى تقدري تساعدي إلا وتوقفي جنبها رح يكون هالشي كتير عامل مساعد. يعني إلكر إلغاز كان بنظري المدير الشخصية الناجح والحلو، كان حدا بيشبه عارضين الأزياء، وإنه يتطلع فيني أو يهتم لأمري شغلات ما كانت تخطر لي أبداً، لأنه ببساطة أنا كنت بنت عادية. يعني إذا إلكر بيأشر لي بإيده فهو هو، وإنه ينتبه لوجودي أو ينعجب فيني وإنه يوقع بحبي، هي كلها شغلات ما بتصير مع بنت عادية. يا بدك تكوني كتير حلوة يا أما كتير محظوظة، وأنا ما كنت لا هيك ولا هيك. شلون كبرت هالمريض النفسي بعيونها؟ يعني كلهم صاروا معي مثل المعجزة، يعني إعجابه فيني ومسكته لأيدي وبوسته لألي وحبه تجاهي، كلهم كانوا معجزة وتحققت. كان أحلى بكتير من إنه يكون حقيقة. سمعتي؟ عملت إلكر إلغاز مثال لإلها. عادة يلي بعمر إلا ما بيقدروا يوصلوا لعارضين الأزياء ببساطة، بس إلا وصلت له، وهاد يلي غير كل شي. صدقت إنه عارض الأزياء هاد حبة، وفكرت إنه عاملها قيمة كبيرة، وبعدين فجأة بكل عنف وقوة أخذ هي القيمة منها. إلكر طبق على إلا العنف العاطفي والنفسي والعنف الجسدي كمان، وفوق كل هاد قدام عيون العالم كله، وحسسها إنه هي ما لها قيمة. تمام ماشي، بس هالزلمة ليش لساته بقلبها؟ إذا كل هاد كان كذبة وإذا طلع عن جد ما بيحبني، لكن أنا ليش عشت كل هاد؟ هيك؟ معقول من ولا شي؟ معقول كل عظامي تكسرت من ولا شي؟ معقول يعني هيك العالم انتقدتني وحكوا علي من ورا ولا شي؟ إذا هو فعلاً ما بيحبني، معقول عشت كل هالوجع من ورا ولا شي؟ وصلك الجواب؟ إذا بنتك صدقت إنه إلكر إلغاز بحبها، فما رح يروح كل شي عاشته على الفاضي، هي هيك مقتنعة. بس هاد ظلم بحقها. أنا معك هاد ظلم، بس إذا تقبلت فكرة إنه إلكر ما بحبها، فرح يكون كل شي تحملته على الفاضي حرفياً، هي مقتنعة بهالشي من كل قلبها. بخوف هالشي؟ بيخوف ومانو صحي، بس هو حقيقي. إلا بدها الزلمة يكون بحبها عن جد، هالشي واضح وصريح. حتى قالت إنها بحاجة للحب بطريقة غريبة، وإنها بحاجة هالشي كتير. أنا بس بدي انحب أكتر مما حبوني أهلي، مو هيك دكتورة؟ إيه صح، هي هي جملة بنتك. أنا سمعت هي جملة من قبل دكتورة، ما توخزيني. الأب يلي ما بيحب الأم بيكسر قلب البنت. الأم يلي ما بتحب بنتها الأولى وقتها، قد ما كبرت وقد ما صار عمرها بضل مثل وجع الحب يلي ما بيروح. كيف بتتصل بهارون بيك؟ وليش حتى تطلب منه مصاري؟ لك انت كيف بتطلب مصاري على اسمي من هذا الزلمة؟ انا راجع على البيت، لاقيلي هنيك فورا. هيك عجبك؟ بعرف هيك رح يصير لما يتواجهوا. شو رأيك؟ هلا قليلي نحن شو استفدنا؟ ما استفدنا شي. اذا فكروا يعملوا شي ضدنا رح نرد لهم الصاع صاعين حبيبي.
أمي شبك، شو القصة؟ هذا الشيء اللي عم بعمله كله مو مشاني، كل اللي عم بعمله مشان مستقبل أولادي، مشانهم هنن. أمي لساتك أخدة موقف وما بدك تحكي معي؟ ردي علي لو سمحتي. خدي أخوك وانزلي على بيت ستك. أنا رح أعمل كل شي بقدر عليه مشان أولادي. آخ يا بهار، آخ تعبان كتير. أوف خلص شحن موبايلي، خليني أشحنه. بعتيلي رسالة صوتية ما؟ شيلك منها هلأ، خلينا نحكي بالمهم. هدول عم يحضرولنا مصايب كبيرة. ليك تيمور، بهار طلعي، شايفة؟ شوفي مين دقق لي أول رقم. شو أنت عم تضحك علي تيمور؟ اطلعي شو مكتوب أول رقم، لا تصرخي. تعرفي لمين هذا الرقم؟ هذا بيكون أبوها للبنت، شوفي. تأكدي، هذا رقم هارون. ومن الصبح خالص شحن موبايلي وما قدرت أحكي معك. أنا رح أجن بهار، هذا الشخص اتصل فيني. المبرمجين عنا بالشركة بيقلبوا الاتصالات عندك بالسجل برمز بسيط وبيدخلوه على الهاتف، ورح يبين كأنه هارون هو اللي حكى معك، وطبعا وقتها فيك تقلها. قال لي رح أشوف مرتك بعد شوي بفانكوي. حبيبتي ليش عم تطلعي هيك؟ لسه ما قلت شو القنبلة، حابة تسمعي شو هي؟ قال لي أنت طلبتي مصاري منه. تخيلي، هارون بيك حكى معك وقال لك طلبت منه مصاري؟ اي نعم هيك قال بالضبط. بس انا بصدق مثلا؟ مبين علي مصدق؟ اكيد لا، ما مشيت علي. مرتي اللي رفضت 10 مليون دولار بكل بساطه من قبل، لك مرتي يلي زعلت مني لاني طلبت التعويضات يلي هي من حقي وحاربت كتير مشان اخذهم، تجي وتطلب مصاري منه؟ شايفنا اغبياء. هذا كلامه ما هيك؟ ايه هذا كلامه للزلمه، عم يحضر لنا فخ لازم ندير بالنا منه بهار، لأنه الزلمة اللي دافعت له بنته لحتى يضرب بنتنا توفى، مات. شايفة قديش غبي وحقود؟ شو هالصدفة العظيمة؟ بيحكي معي اليوم الصبح بيقول لي مرتك جاية بدها تلتقي فيني، وقال طلبت مصاري فوقها. عم يلعب علينا، هو مفكر رح يوقع بيناتنا بكل سهولة. هذا هو الشيطان بذات نفسه، لازم كتير ندير بالنا منه. شو كنتي بدك تقولي؟ ها؟ احكي لي لشوف. ها؟ بدي روح على الحمام وراجع. طيب أنا ناطر. وغسلي وشك منيح، بركي بتصحصحي. بهادير، بدي أسألك عن شغلة مهمة. تيمور قال إنه الزلمة اللي هرب على بلغاريا مات هونيك، مزبوط؟ إيه صح، أنا خبرت تيمور أساساً على الموضوع. أنت بتعرفي هذا الجو كله مشاكل وقرف، الوضع هلأ متوتر كتير وما بيطمن أبداً، وعائلة أورهون كمان تورطوا بالقصة من جديد، بقى توقعي منهم كل شيء. طيب يسلموا. Thank you.
قلتي لي خلينا نحكي قبل جلسة المحكمة، أنا ناطر منك خبر. مرحبا. أهلا وسهلا. أنا آسفة كان في زحمة على الطريق كتير. أهلا وسهلا. أهلا يا روحي. حبيبي هارون، ليك شو رأيك نغير شكل اليوم ونطلب بيتزا من شي محل؟ هارون، أنا عم ببعث رسالة لرقم بس ما عم تصل، ليش؟ ممكن تكون مشكلة بالشبكة أو معلقة، وممكن يكون الرقم حاضرك. مين ممكن إنه يحضرك؟ بيتزا؟ بيتزا. فينا نقول كان تصريح إلا هو أكبر سلاح بإيد عائلة إلغاز بالقضية. تسجيلات الكاميرا والكنزة اللي عليها دم، هاي الإفادة ضعفت من قوة الأدلة الواضحة الملموسة. إفادة إلكر اللي عم بيبرر فيها الأدلة الملموسة ما لها أي قيمة إذا اعتبروا كلام إلا كذب. ماشي، إذا تم الإثبات إنه إلا ما كانت بوعية وقت إلكر رح يخسر أهم وراءه، وهاد أحسن سيناريو بالنسبة إلنا ومنتمنى إنه يزبط. بس في السيناريو السيء ما رح نتجاهله. قعدنا مع ريم شي 3 ساعات، ما عندها معلومات نستفاد منها وتأثر بالقضية. حالياً ما في غير صورك مع بهار يوكسال وجنازة الشاب اللي صارت ببلغاريا، وهي الأمور كلها ضدنا مع الأسف. ما في داعي تكملي، فهمانك، كل شي صار واضح. إذا تذكرت إلا كل شي صار معها فأكيد رح تقول الحقيقة. نحن وضعنا كتير خطير هارون بيك. هاي المرة مانا هيني مثل الخلد، بترفع راسها من الأرض بدون ما ننتبه، تضربيها من مكان تطلع لك من مكان تاني بقصة جديدة. ما قدرنا نفوز عليها بانو، نحن بكل قوتنا ما قدرنا نبعد بهار عن طريقنا. بحركة واحدة عقدت كل القضية. الحقيرة بهار، بس اللجنة خطر عليها مو بس علينا. إذا كانت النتيجة لصالحنا ما عاد فيها ترفع راسها قدامنا مرة تانية. ما بتعرفي كيف عندها الجرأة تعمل هيك وهي ما فاقت من آخر ضربة. ما بعرف كيف بتفكر. بس أنا بعرف كيف بتفكر، لازم نعمل شي نخليها تخاف من هالخطوة. كيف بس؟ شو كيف؟ هي مهمتك بانو، أنت اللي بتعرفي كيف. فكري وخبريني. برأيي هارون بيك خدع مرت خالي لما عمل هيك، والمسكينة الخبصة كلها رح توقع براسها هلأ. قصدك مرت خالك غبية وما تصرفت صح. شو شايفتك بتكرهي مرت خالي بانو؟ يعني لو ستي بتكرهها طاق، انتي بتكرهيها طاقين او 3، هيك شي تقريبا. شو ليكو، ونحن مفكرين انه الحماية بتحب كنتا. يعني بفهم منك انه ستك من نوع الحماية القوية على كناينة، ولا بتكره بس بهار؟ بتكره بهار بس، ستي بتجنن، قلبها كتير طيب. شوفي هي بتكرهها لمرت خالي من لما خدعته لخالي وصار من وراها مشكلة كبيرة. شو هي القصة حكيلي، كيف يعني؟ لا ما فيني خبرك هاي القصة، هاي مسألة خاصة وعائلية ما بقدر احكيها لحدا، رح يعرفوا اني انا اللي حكيت بانو. 10,000. رح أقول لك اللي سمعته من أمي وستي حرف حرف. كان خالي وقتها طالب جديد فايت على الجامعة، ومرت خالي طالبة بالثانوية، جمعهم حب كبير. مرت خالي خلت خالي يركض وراها كتير، وتعبته تقول له عندي دراسة، وأبي بيعصب إذا عرف. ورغم كل هالتهرب خالي ضل متمسك فيها، بس آخر شي ملت ووافقت. وبهداك الوقت بلشوا يتواعدوا، وكانت مرت خالي عم بتقدم بكالوريا. بعدين بالحفلة تبع الثانوية مرت خالي قالت لأبوها بدي روح نام عند يلدا اليوم معلش. مفاجأة. بتعرفي شو صار؟ ما مرت خالي صارت عروس، وما راحت على حفل التخرج هداك اليوم. يعني تزوجوا لأنه حملت بإيلا، إيلا هي سبب هذا الزواج. كنت بعرف وراها قصة، وحدة رخيصة مثل بهار مستحيل تتزوج شخص مثل تيمور بشكل طبيعي بموافقة أهله. جبروا للزلمة يتزوجها من أيام المراهقة والثانوية، قديش قوية، ضحكت على الزلمة وحملت منه حتى يتزوجها. قصة مألوفة مو غريبة علينا، كانت عم تتبع نفس التكتيك مع بنتها. الكربيك خلص حاله قبل فوات الأوان. إذا وافقتي أني أنشر الخبر، رح خلي الخبر يلف على أكبر القنوات والصحف بهاليومين. لا مو موافقة. نحن شو بفيدنا قصة كيف المرة ضحكت على زوجها وخلته يتزوجها؟
هيك العالم بتفقد الثقة فيها، رح تصير علكة بيتم الناس وقتها رح تنهار. وهالخبر شو تأثيره؟ بتأثر على سمعتها، بتصير ضجة عن حياتها الخاصة، ورح يوقف مع الاتحاد النسائي. بلاها، عطيت البنت مصاري لحتى تحكي. خسرنا مصاري يعني؟ لا تجيبي لي هيك شغلات سخيفة يا بانو، ما رح تفيدنا. ماشي، رايحة عن إذنك. بتفيدني أنا هي القصة. بدياكم تكتبوا الخبر بأكتر صيغة مؤذية، بصيغة كلياتها إهانة للمرأة اللي بتساوي هيك. بدي كلمة بشعة بكل سطر، وزوروا كل الحقائق الواضحة، لأنه هي الشغلات بتضمن للقنوات تحقيق المشاهدات. لقد سقط قناع الأم الحزينة، لقد فضحت بهار يكسال والدة إيلا التي تم تداول أخبار لقائها الفاضح. ماضيها السري أصاب الجميع بصدمة، فهي عندما كانت طالبة في الثانوية حملت بابنتها إيلا، وأجبرت تيمور يكسال على الزواج منها بعد الحادثة. إيلا، من الأكثر مشاهدة. شو هاد بانو؟ آسفة كتير ست هالة، كنت متوترة كتير وقت خبرتهم، وبعدها كنت قايلتلهم ومتفقة معهم، ما فيني إمنعهم، لأني قبل ما أقلك ما توقعت أنك ترفضي، لهيك جهزت الخبر وبعتلهم يا فوراً بالإيميل. ولما أجيت وقلتيلي أنه ما رح يفيدنا، أنا دغري سحبته ومنعتهم يستخدموه، بس هن مهووسين بهاي القصص ووعدوني أنهم ما ينشروا، وهلأ قالوا صار عندهم عطل تقني وانتشر الخبر. كملي. يعني حتى لو ما كان بيفيدنا ما بيضرنا وقت انتشر. ماشي يا بانو، المرة الجاي انتبهي أكتر. أكيد، عن إذنك بدي روح. بهار، بعد الكارثة التي أصابت ابنة بهار يوكسال التي تمثل دور الأم الحزينة، اكتشفنا أن الطيور على أشكالها تقع. ماضي الأم المليء بالقذارة سلط الضوء على عيوب ابنتها إيلا. في شي بمخك؟ أنت جنيتي ولا شو بانو؟ حبيبي، فيني أعرف ليش عصبت مني؟ مو أنا اللي كتبت الخبر. تعرفي هاي البنت اللي عم تحكي عنها بتكون بنتي أنا. أصحي، لا بقى تخبصي قدامي. تمام ماشي، سكتت. أنا كيف بدي أطلع ورجي وشي للعالم؟ أنا مو أول واحد بيصير معه هيك ولا الأخير. هاي شغلات قديمة، حتى نحن نسينا إمتى تجوزنا وليش وكيف تجوزنا وشو اللي صار. كيف عرفوا بهالموضوع؟ هدول صحفيون وهي شغلتهم، ابينك شو ماضي الواحد. بعرف، بس هي مسألة عائلية، مين رح يعرفها غيرنا بالله؟